اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. الكثير منا ينبت في بيئة طيبة، كثير الآخر ينبت في بيئة سيئة، وكلما كان نباتك عزيزي المستمع والمستمعة طيبا كلما أورق في حياتك حتى آخر لحظة في عمرك. وأجارنا الله من النبات في حياتنا في مكان سيء. وهاكم قصة بسيطة تعبر عن شخصين، رجلان وامرأتان، كل منهما نبت في مكان، ولكن هيهات هيهات أين الثرى من الثريا. هاكم القصة، وأتمنى أن تتعلموا منها الشيء الكثير، لأنها تنطبق على الكثير الكثير في حياتكم، ولكنكم لا تدرون كيف تتصرفون، فكونوا مثل هؤلاء ولا تكونوا مثل هؤلاء. يحكى أنه في قديم الزمان رجل يسافر في الصحراء، فضل طريقة رأى بيتا في الفلات، فأتاه فإذا به يوجد فيه أعرابية، فلما رأته قالت: من تكون يا هذا؟ قال لها: أنا ضيف. قالت: أهلا أهلا ومرحبا بالضيف، انزل على الرحب والسعة. قال: فنزلت، قدمت لي طعاما حسنا فأكلت، وماء فشربت، وقهوة شربت. فبينما أنا على هذا الحال، إذ أقبل صاحب البيت أي زوجها، قال: من هذا؟ قال: الضيف. قال: لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا، ما لنا ولا الضيوف، هيا اخرج من هنا يا هذا، هيا هيا. فلما سمعت كلامه تضايقت منه كثيرا، ركبت من ساعتي وسرت، وكانت زوجته تخاصمه وتقول له: إنما هو ضيف الرحمن، كيف تفعل ذلك؟ وكانت تجادله بما يرضي الله. ولكني تركت المكان، وأنا أحترم الزوجة كثيرا وأحتقر الزوجة أكثر. فما كان من الغد إلا في صباح اليوم التالي حتى رأيت بيتا آخر في الفلات، فقصدته فإذا فيه أعرابية وكان معها بعض الأطفال. فلما رأوني قالوا لي: من أنت يا هذا؟ قلت لهم: أنا ضيف. فقالت لهم الأم: ما لنا ولا له، لا أهلا ولا مرحبا ولا سهلا بهذا الضيف، هيا هيا قولوا له أن يبتعد عنا، ما لنا ولا الضيوف. فبينما هي تكلمني وتكلم أولادها، إذ بزوجها يسمع كلامها، فيخرج من بيتي ويقول عندما رأني: من أنت؟ قلت له: ضيف. قال: أهلا ومرحبا الضيف. ثم أمر زوجته فأتت لي بطعام حسن فأكلت، وماء طيب فشربت، وقهوة تقهويت، وتذكرت ما مر بي بالأبس فتبسم. قال لي صاحب البيت: ما بك تتبسم يا أخي؟ أفيما فعلت شيئا يجعلك تضحك؟ قال له: قد حدث معي شيء ما في البارحة أريد أن أقصه عليك، فتبتسم مثل ما ابتسمت. فقال له: تفضل. فقص عليه ما اتفق له مع تلك الأعرابية وبعلها، وما سمعه منه ومن زوجته. قال له بعد أن ضحك كثيرا كثيرا: لا تعجب يا أخي لا تعجب، أتعلم أن تلك الأعرابية التي رأيتها في البارحة ما هي إلا أختي، وأن بعلها ما هو إلا أخو امرأتي هذه؟ فغلب كل أهل على طبعه. هؤلاء تربوا على الكرم، على الاحترام الضيف وعلى تقديره، أما الأخ والأخت الآخران تربوا على البخل وعلى قلة التدبير وعدم احترام الغير. إذا من الآن وصاحبا عزيزي المستمع والمستمعة، أريدك أن تنتبه إلى كلامك، إلى تربيتك، إلى تصرفاتك أمام أولادك، لأنك ستكون في المستقبل مرآة أساسية لهم. كلما علمتهم الأمور بما ترضي الله بما يرضي الله، فإنهم سيكونون ورودا بإذن الله تنجر عبقها ورائحتها الجميلة في كل مكان، ولا تجعل منهم أشواكا ترميها في طريق الآخرين وفي طريقهم هم أيضا. فما أجمل أن نزرع الورود ونحصدها، وما أسوأ أن نزرع الأشواك ونحصدها. القصة لها معان كثيرة وتنطبق على أمور كثيرة في الحياة، رغم بساطتها ولكنها في النهاية تعطينا درسا في الحياة الكثير منا بحاجة له. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وإن لم تكن مشتركا في قناتي فإني أدعوك إلى الاشتراك، وإن كنت مشتركا فإن تعليقك يهمنا كثيرا، وإبداء رأيك هو مدار وسبب استمرارنا دائما. وشكرا لحسن أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.